شيء ما كنت متوقع انه ابدا. كل شيء يضيع، كل الترتيبات، كل المشاريع، كل شيء كل شيء. بس لو كنت اعرف السبب كنت بستريح. ليش ما تكلمي؟ تريدين اجن ولا ايش؟ سلامتك من الجنون يا ابوي. خطيبش خطيبش ليش غير رايه؟ يمكن شاف له وحده ثانيه. ها؟ لا 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 ما ممكن ما ممكن هذا الكلام. كذاك كذاك بين اللحظه والثانيه ما ممكن. يا أبوي أنت تعرف أني أنا ما كنت موافقة على هذاك الإنسان؟ أكيد أكيد شافنا تأخرنا عليه في الرد وغير راية. كله منش أنت، كله منش، ضاعت الصفقة. يا الله يا أبوي، لهالدرجة تعتبر زواجي منه صفقة؟ كل شيء الحين مبني على صفقة، كل شيء. إنزين خلينا نعتبرها صفقة. حتى الصفقة تبنى على عرض وقبول، على طلب وموافقة، وأنا ما قبلت ولا وافقت. أنا عارف إيش قصدك. قصدك تقولي إني أنا أبيعك. لا يا بنتي. أنا يا بنتي أريد أضمنلك مستقبلك. مثل أختي لطيفة. مالك سكت؟ مثل أختك شمسح. ولطيفة. لطيفة اللي زوجتها حال واحد عنده فلوس، وشوف حالتها الحين كيف بعد ما فلس زوجها. وانا ايش ذنبي كون زوجها فلس؟ انت ما ذنبك شيء يا ابوي، لكن هذا دليل على ان اللي عنده فلوس ممكن تروح منه، واللي ما عنده ممكن تجيه. يا بنتي اللي ما عنده يظل طول عمره ما عنده. ويكون في علمك انا ما ارضى ازوجك واحد انا ما راضي عن وضعه المادي ابدا ابدا. روح روح يا شر، روح روح بعيد. ها
هذا فريد ولدي والعهد عهدي. اوه يا امي انت ايش جالسه تسوي؟ ايش هذه الخرافات؟ سامحوه ارجوكم سامحوه، هذا جاهل صغير ما يفهم شيء، سامحوه. انا احس اني اختنق، الهواء صار ملوث، احس باختناق. محروز ان شاء الله يا ولدي، بعد الشر عنك يا ولدي، بعيد بعيد يا ولدي يا فريد. انا حاسس بشرنقه، احسن لها ابتعد. حاسب ايش؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك فريد؟ الحمد لله ثابت. تفضل بخير. تفضل تفضل. من معك؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش اني حريجه؟ اني اشوف حريجه عندكم؟ لا ما حريجه، هذا بخور. اخونا اصيله. ها كيف انت اليوم نزله شوخش؟ بعد الشر ان شاء الله عني، هذا بس مغبار من عند ام خلفان، حال ولدي حال فريد ابخره، تراك انت شايف الحاله وهو جاي منها يا ثابت الله يهديك. ابوي اصيله ولدش هذا ما يبغى له بخو ام خلفان، هذا يبغى له الضرب بهالخيزران الى تسويح روحه. استريح ابو استريح. زين يا ام فريد انا قاصد منك. كيف؟ كيف خاصلها؟ وانا؟ زين تراك انت معاي، ايش اسوي فيك ترى؟ لاصق معاي كي مثل نزك؟ خير يا ابو الخير. انا ابغيك تساعدين على سعد. حاضرة ومستعدة اقول. هذه لابقى اكثر منك انت. خالي الحين هذا ايش فيه؟ هذا يدور كذبة حالنا وحال هذه المدرعات اللي جايب معنا. اي مدرعات خالي؟ هذه لا حمام السلام. لا والله مدرعات. الحين هذا في ايش جالس يفكر؟ يفكر ما يفكر احنا ما علينا منه، تبغى يعطيه شغله؟ راسنا دهر وعيوننا دمعت من كثر ما قاسين ننتظر. هلا سعد، ايش قلت؟ احنا والجماعه جايين نطلب يد بنتك زهره لولدنا بدر. تو مالك انت؟ مالك الله يهديك، هذه ما حال هذه. تو انت ايش قاعد تضحك علينا واموت؟ جالس افكر، افكر يا ثابت. ايش افكر يا ثابت؟ افكر يا ثابت، ايش هالتفكير الوقاف يا هذا؟ هاي ما حال تضحك علينا انت واموت؟ خالي تدخل اعصاب القضيه يعني؟ هدي يا ثابت هدي. ايش هدي الله يهديك؟ ايش هدي؟ ما تشوفه ضارب شواط؟ مرة جالس مرة واقف مرة يجي يمين مرة يجي شمال، هاي ما حال هذا نعم؟ يا اخي من حقه، هذه بنته لازم يفكر في مستقبلها. سمعوا انتوا نوبة كلام ذا؟ من حقه وبنته عندنا خبر، مو ذا الكلام قاعد تتكلم انت. يا الملابق يا الكباريت هدوا هدوا يا الكباريت هدوا. ارجوكم ارجوكم يا جماعة استريحوا. هذا احنا استرحنا ان شاء الله على فايدة. بس اول شيء انا لازم اسأل البنت زهرة. زهرة موافقة وانا سألتنها. لكن بعد ان انا ما وافقت خالي. انا قلبي يرقع ويسوي بف بف بف، ولو ما جاي من الا معك كان احسن. زين الاخ سعد طلباتك. المهر معروف 2000 ريال وبالقانون، وانا ما اتعدى القانون يا ابو الخير. عيب يا جماعة في هذه اللحظة المباركة قبل الفتحة. صبر 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 يا ثابت، العقلة ما زينة يا اخي. اها ايش عندك بعد يا سعد؟ ايش عنده بعد؟ عنده بقية الطلبات. تفضل يا سعد يا اخوي قول تفضل احنا نسمع. بيت لوحدها كبير ويكون بطابقين مؤثث ومزروع وفي حديقة، يكون في موقع ممتاز ويفضل شاطئ القرم
سيارة خاصة مع سائق خاص، هدايا لأهلها ومعارفها، وطلبات ما يخص العرس بقيمة 5000 ريال بس. صح رسالة. هذه يا اخ سعد ما تقول لك كلمة واحدة، انك تريد تصعب على الولد بس. والله كان عجبه. لا ما يعجبني، المهر 2000 والطلبات كسر الظهور، ايش في المنطق هذا؟ يا حبيبي ما دمت انك ما تقدر ابتعد. تو انا انت باسلك سؤال، ما دام البنية موافقة فانت ليش تعارض يا انسان؟ انا ما عارضت يا ثابت، ما عارضت. انا بغيت اضمن البنت مستقبلها حتى تكون حياتها سعيدة. وايش من السعادة هذه يا المدعي بتكون وزوجها غرقان في الديون؟ والله ما حد كلفه. بس المسألة وما فيها يا اخ سعد. يا ابو الخير يا ابو الخير ردي وسمعته. يلا خالي خلينا نروح، هذا وكان قاعد في مزار قاعد يزايد. يا ولد احترم نفسك. والله العظيم انا ما ظنيتك ذاك. نعم انا سمعت عنك لكن ما صدقت. والحين مو نبى الحين، الحين لو قالوا لي هذا الانسان بايع نفسه في سوق الجمعه نعم لا صدق. ارحمني يا ابوي ارحمني. خير مو هنا خالتي. محمد سافر وترك لي الصغيرين. لا حول الله. ايش اللي قابش الحين انت؟ ايش اللي قابش؟ خلا تو انتو خلا طيب اخشي الاولاد معاش. خلا تقدموني انا متابعتنكم، سيروا انتو سيروا. خلا توكلوا يلا انا تو اجيكم في السياره. سير ديدي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مو هذه البليه. ايش مش انتي بعد؟ انا ايش فيني؟ ولا انت ايش اللي عندك؟ هذه لطيفه جايبه اولادها وجايه وشمسه، وانت عارف ظروفها زين. على الاقل فكرت بزهره يا رجال. سوي مره واحده في حياتك شيء زين. خلاص خالي انسى الموضوع. كيف انسى الموضوع؟ يعني بتنساها ساعتها بتنساها؟ إذن لازم تقول شيء وتسوي اللي ندبه. والله لو قعدت 20 سنة ما بقدر أوفر مطلبه. لو عندك بيت كان وافق على طول. وهدايا أهلها والطلبات الثانية هذه أشياء مقدور عليها. لو إحنا ما نريد نشجع مثل هذه المسائل. خالي إيش أسوي؟ إيش أسوي يا ولد؟ نظم نفسك. أنا لو عندي بنت ما زوجتك إياها كان. خالي معقولة؟ زين ليش؟ زين ليش؟ انت عمرك ما فكرت لبكره، طول عمرك تفكر في يومك وبس. خالي وبعدين؟ وبعدين؟ اه انت قول لي يعني، ايش عندك انت؟ ايش عندك ها؟ عندي؟ من قالك بعدي عندي؟ عندي ما اعرف. ما عندك شيء؟ سيارة فخفخة وبالأقصر، وشقة فخفخة وبالأجر، لا أمر ولا رصيد ولا شيء. واخر الشهر 10 من فلان و5 من علان وماشي تراكض على الحاله. فكر يا بدر زين فكر، ترى الزواج ما لعبه، واذا تتزوج لازم تغير نفسك اول باول. يلا اريد مال، هل يعورني من الشحطه هاي؟ لا 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 لا، هذا كلام لا ينفع ولا يفيد. اسمع يا ولد، يا انك تكون زين يا اخلي هذا الخيزران تخطط شوارع ظهرك. يعني ايش؟ تضربني؟ إيه نعم، ويقلع لك عيونك ما دام إن هذا كلامك.
أوين أنا ما أدور على الشغل؟ خلي الشغل هو بيدور علي. يدور شغل يدور. كثر الشغل هذه الأيام. معذب أمه وأحسن من أخوته. يا جماعة يا جماعة أنا تخصص الكل اللي يريده في الصحافة والمجلات. بس لحد الحين ما حد طلبني. زين ليش ما تروح أنت وتقدم طلب حال الشغل في المكان اللي أنت تريده؟ يا ناس يا ناس القرار الهلامي دائما نتائجه تكون عكسية. وأنا صراحة ما أقدر أربط نفسي بقيد الروتين والوظيفة اللي تقتل سنابل الإبداع والخلق. وابوي خسف منه. يا ولد لا تخسف منه. مالك؟ ما مقتنع بكلام اللي قلت لك اياه البارحه؟ بالعكس خالي، كلامك كله عقب. بعدين واحنا ايش ناوي تسوي؟ وايش قررت؟ مثل ما قلت لك، ابيع هذه السياره واشتري لي واحده متوسطه، على الاقل اتخلص من قصد الوكاله. هذا اولا. وانا مثل ما قلت لك من البدايه، انا ما ممكن اعيش حال عليك. انا بتعلم السواقه واستاجر لي تاكسي وبساعدك. اشوفك تشوف علي؟ كل يوم أتعلم منك شيء جديد يا خالي. إيه يا ولدي، الحياة هي اللي تعلم الإنسان كل شيء، والغبي فيها اللي ما يقدر يخرج من يومه بشيء. الله الله على الكلام الكبير. يلا تحرك أتأخر عن شغلك. يلا لحظة قبل خير خالي. أنا حصلت اللي أريده. أختنا العزيزة لطيفة، شايلة هموم الدنيا ليش؟ هذيل هم كل همي يا زهرة. الله يسامحك يا أبوي. خير؟ إيش اللي صار؟ اللي صار أنا كتمته من سنين يا زهرة. 7 سنين مرت وأنا ساكتة وصابرة، قلت يمكن يتحسن الحال. أبوي الله يسامحه زوجني من محمد لأن أبوه كان غني، وتو محمد فلس وصار موظف عادي، والأولاد ما شاء الله عليهم كما تشوفي. ماشي شيء مكتمل يا زهرة، ماشي شيء. إنزين ما دام هذا حالكم من سنين، ليش ما توقفتوا على الإنجاب؟ يقول الأولاد خيرهم فيهم، وتو تركني معاهم. هذه آخرتها يا زهرة. هونيها وإن شاء الله تهون. إن شاء الله. يلا أنا بروح الدوام الحين. الله معاش يا زهرة. شوفوا عاد لعبوا ولا تقصوا تضربوا، وانا جاي من الدوام بجيب لكم حلاوه. انزين يلا باي باي حبيبي. باي باي. يلا قولوا حق خالو باي باي. باي باي. والله انا خصيمي حد يوعدني وما يجي في وعده ابدا. تو ايش في ابو الخير؟ قايل لي ما تاخر. شوف تاخر علي ربع ساعه. ايش هالكلام هذا؟ هاي ما عادته كذا ما عادته، لكن أكيد تو عنده شيء أكيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. تأخرت عن شغلي. نعم إيش هالبلية هذه؟ ها فريد. أهلا يا عم. على هيك رغبة؟ أسمع كلامكم وبنزل من مكانتي العلمية وبروح الجريدة. وتروح الجريدة كذاك؟ روح خف كشتك وسطو مثل الناس. الشكل ما مهم، المهم الباطن. الباطل؟ الباطن الباطن الجوهر كمية المعلومات. بالإذن يا عم. روح إذنك.
وقولك وكشتك ونعفتك وخنافسك معاك. والله حالنا عم حالي حالك. تو بالله عليكم هذا الإنسان ما يشوف نفسه في القامة؟ ان شاء الله. ايش السالفه؟ قول السلام عليكم بالاول. وعليكم. لا تستغرب ابويا، هاي سياره تعلم السياقه هذه. وحد قال لك اني هاي سياره الخضره؟ انا قررت اتعلم السياقه مثل ما قلت لك. وابوي وانا؟ كيف انت يعني بعد؟ افا عليك، احنا متوعدين وانت تروح مشوار؟ سيدنا بروح مشوار، يلا تفضل كب. يلا. الاخ الاخ الاخ، على وين؟ انا؟ هي نعم انت. هذه سياره تعليم سياقه هذه ما تكسي. ابو الخير يا رمضان يا اخوي، يا صديقي وصاحبي، احنا متعودين نروح كل مكان مع بعض الله يهديك. لا 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 لا، ما يصير كم معنا ذي، ما يصير انا وبعدني كيف يعني؟ ليش بس؟ الله يهديك يا رمضان، اقول لك هاي صاحبي وصديقي. ابو الخير انا وافقت اني اعلمك السياقه انت وبس. يعني كيف يعني؟ عادي، اذا يعني تريد صاحبك وصديقك يكون معاك تعلم السياقه. نعم انا اتعلم، ومن تو اتعلم بعد. يا رمضان خذ نصيحتي، احسن يركب معانا بدون تعلوم. كيف يعني؟ كيف ابو الخير؟ كيف انت يعني؟ انت احسن مني يعني؟ خلاص خلاص، هو يبي يتعلم. بيهلكك هذا ما يتعلم بسرعه. ما عليه، انا متعود. رمضان ولا متطمع بالفلوس؟ اقول ابو الخير، هذا الانسان كم ياخذ حق التعليم يعني؟ والله يعني الشخص 300 ريال يعني لين ما يطلع الليسن. زين، اقول يا اخ شعبان، أخرت شهر، هذا اسمه رمضان. آسف أبوي، آسف. اسمع يا أخ رمضان، أنا في الحقيقة تراني متعلم وعارف أسوقه، وكان في إنسان يعلمني، لكن سمعت مني عادة أن ترى الحظ ما يحالفني. أي أقول يعني ممكن تعلمني بس خفض الأجرة شوية. زين ما علي، بس بالأول يعني أشوف سياقتك. من تو شوف سياقته وأسوقنا. لا 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 لا، الأول لازم نطلع لكم رخص تعليم السياقة. ايش هاي بعد رخص تعليم سياق؟ ايش هذه بعد؟ هذه الله يسلمك يا ابو الخير يسموها كتشه. كتشه؟ كتشه. ايش هذا معناه؟ هذا معناته ممنوع الدخول. ممنوع الدخول. إيه. بنعلمكم بعدين، لا تستعجلوا. هاي قفت. مبروكين. يلا عاد وقت السيارة. يلا. جينا سرعة واضحة. يلا. Thank you.
من هنا عاد بنبدا معكم. وانا مستعد وجاهز. اقول ما تبغى تقلب سواقتي علشان تحدد القيمه اللي بتطلبني فيها؟ ايش فيك مستعجل يا ثابت؟ انا اعرف انك تعرف تسوق، لكن خلينا انا بالاول. تو انت مالك عشان احدد القيمه؟ لا زين زين انا موافق يا ثابت. تفضل تفضل تفضل. لوكا شد عصاتي. طبعا تعرفت على الاجزاء المهمه لتشغيل السياره. ابوي ما يحدث كذا، احنا عارفين كل شيء. زين وابو الخير؟ والله ايش اقول لك يا اخوي، بس حسب سمعي مثل ما قلت ان ذا الجير وذاك البترول وذاك الكلج وذاك البريك. سكتوا بغي سوق، سكتوا شويه خلينا نعرف سوق. يلا انك مستفيد يا الملبب مستفيد. زين زين يلا 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 نشغل السيارة، يلا نشغل السيارة، يلا شغل روح، يلا شغل شغل. مالك مالك ايش فيك علامك؟ ها سكت شوية خلينا نسوق. عارف ليش السيارة بندت؟ وابوي وانت ما عارف ده؟ انا عارف، لكن المهم انت ما دام انك عارف ما يلخص بي انا. كيف ما يلخص؟ انت المدرب ولا هو المدرب؟ هو المدرب هو، لكن بعد نحن ما اتفقنا لازم نشوف سواقتي علشان نتفق على القيمة. نحن شفنا سواق، شفنا ترى تضيع. يا جماعة يا جماعة، ترى سواقة فن وذوق وأخلاق، ما كذاك مضان؟ نعم نعم هذه عندك حق. هذه بس عندي حق وباقي الكلام؟ تحرك يا ثابت، شوفك متردد. تحرك؟ ما متردد انا، كيف متردد انا؟ ما متردد انا بسوق تو، ما اعرف اي اشوفك كل مرة سالفة تمسك. يلا ايش اسكت شوي، اسكت خلينا اسوق اسكت والله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حالة بالله عليكم، هذه حالة. ماكله ماكله يسوقوا ماكله. سكتوا خذونا سوق ماكم الله يهديكم توتو. انت مالك 19 سنة اللي تتعلم هاي حالة 19 سنة مالك. سكت انت سكت انت بتكلم ما عرف اسوق. سكت خلينا اسوق. سكتوا 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 سكتوا. شوي 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 صلي على النبي. ماكله ماكله هذه وقف، خلوا الاستاذ يعلمه، خلوا الاستاذ يقول لك ايش ايش يبغى. قلنا لك سكت، اقول لك ابغى اسوق. تمام مالك الله يهديك انت. يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير يصلح أغلاط الورى؟ بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير يصلح أغلاط الورى؟ بيستمر أبو الخير؟ صاحبه من مر أمره غريب ما يندري بكرة يشوف معكم نطوف بكرة يشوف معكم نطوف في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير بكرة يشوف معكم نطوف بكرة يشوف معكم نطوف بالخير.